ومعانا حد ضيف عزيز علينا جدا جدا جدا، ضيف علينا هو مسافر صحيح لكن هو حاضر معانا ومليان بالبركة والنور. معانا الدكتورة ندى اللاهوني، يعني من أعز تلامذتي ومليانة بركة ونور، وهي باحثة في علوم الفضاء ومشرفانا في فنلندا. ازاي حضرتك يا دكتورة ندى؟ يعني الشرف ليا والفنلندا كلها، والله ان معانا ان احنا مع حضرتك النهارده. الشتاء ابتدى ولا لسه؟ لا الجو ساقع خلاص، طلعنا جواكت الحمد طيب لله. يا ربنا يحفظك ان شاء الله وبركه منه. خليني اسالك سؤال مباشر كده، احنا النهارده بنتكلم عن حديث الناس كلها بتقراه في سياق الصلاه فقط، وهو حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا اقيموا الصفوف وحازوا المناكب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الصفوف وعن الصلاه، هل انت لما بتسمعي هذا الحديث بتحس ان هو ليه اثر عليك في حياتك، وخاصه في بيئه متنوعه زي البيئه عندك في فنلندا؟ والله حضرتك يا مولانا، المنظور اللي حضرتك خدت بيه الحديث، وان فكره ان الصلاه اللي هي دي الحياه برضو، ونساوي الصفوف، ان يعني احنا كفريق مثلا نساوي الصفوف، وان ما يكونش فيه بيننا شيطان. فحتى ده اكيد طبعا انا يعني تعرضت ليه هنا، وكمان مع ناس باختلاف دياناتهم باختلاف عقائدهم وثقافاتهم من دول مختلفة. حتى في الجروب البحثي بتاعي كمان احنا يعني ناس انترناشنال جروب، فأكيد تعرضت للي انا اكون في صف ومحتاج ان هو يتساوى، ومحتاج ان هو ما يكونش فيه بينه وبيني. فلما سمعت كلام حضرتك والشرح بتاع الحديث يعني، فهو فعلا يعني بدونه يختل توازن العمل، ويختل توازن الحياة يعني عامة. فإحنا ما نقدرش نكون يعني الإيه اللي مجمعنا أصلا وجود هدف، وده كان أحد المفاهيم الخمسة اللي حضرتك قلتها صحيح، اللي هي الجدول، إنه يبقى في جدول، أيوة. في جدول العمل. فهو ده اللي مجمعنا باختلافاتنا، عندنا هدف معين عايزين نوصل له، عايزين نوصل لبحث معين او كده. ففعلا هو ده اللي مجمعنا، الهدف الواحد، وجديتنا في الوصول لده هو ده اللي بيخلي فيه نتيجه في الاصل، والاحترام ما بيننا والود اللي ما بيننا برضو، والجدارة ان كل واحد ان كل واحد ان كل واحد كل جدير واحد وعنده فعلا مهارة في هذا البحث. سبحان الله، ما هو فعلا يعني انا رئيستي في العمل هي مجمعانا كل حد من دولة مختلفة، علشان كل واحد شاطر في جزء معين، في قمر صناعي معين بيعرف يشتغل عليه. فهو فعلا جدارة كل حد فينا. انت الباحثة العربية الوحيدة في الفريق بتاعك؟ في حد مصري كمان، بس يعني بس في الفريق اللي جنبي مش الفريق بتاعي. يعني في فريق تاني، يعني في فريق تاني، يعني انتوا الاثنين مصريين، موجودين في هذا المكان اللي بتدرسي فيه في مسألة بحوث نعم. الفضاء، بحوث علوم الفضاء. نعم. طب خليني اقول قد ايه حديث، قد ايه في ورد في الحديث ولينوا في ايدي اخوانكم، قد ايه فكرة اللين في ايد الناس ساعدتك في وجودك في فنلندا؟ والله ده من اكتر الحاجات اللي ساعدتني، وحتى ده انا وجدته مع مشرفتي اللين. يعني انا جيت الاول ادرس قبل طبعا، احنا عارفين في الابحاث العلميه، كتير من الطلبه بيحسوا ان المشرف عايز يكسره او عايز يضايقه او عايز في توجيهاته ساعات عايزه يوقفه على البحث. انت فاكر نفسك مين يعني، هتجيب التايهه يعني. ففي بعض الناس ما بيلينوش. لا سبحان الله، هي يعني المشرفة أثرت قلوبنا كلنا كمجموعة بموضوع اللين ده، يعني سواء باختلاف ظروفنا إن أنا مغتربة، يعني حضرتك بتقولي هي اللي لانت معايا. معاكم، مش انتوا يعني، هي اللي لانت معاكم ففتحت قلوبكم بلينها. سبحان الله، فاحنا لينا احنا كمان يعني، بقينا الله. يعني حتى لو هي طلبت حلو منا قوي ده. حاجات زيادة شوية، فبقينا بنعمل بحب يعني. ممكن نيجي على وقت البيت شوية علشان حابين اللي احنا بنعمله، وحاسين ان احنا في بيتنا حقيقي. وهو ده يعني ده اللي بيهون علينا شويه الغربه، وجود ناس فيهم لين فعلا.
حلو قوي الكلام اللي حضرتك بتقوليه، ان في كتير من اوجاع الحياه وكتير من الام الحياه ممكن تصبح عينه لما تلاقي حد لين. هو اللي احنا محتاجين اللي ليه في رايك يا دكتوره ندى؟ علشان نقدر نعيش بسلام وما نخافش، نحس بامان ونحس يعني بوصل مع ربنا. حلو قوي الكلام ده، وعشان كده بقيت الحديث جه قال بعد ما تكلم ولينه في ايدي اخوانكم قال من وصل صفا وصله الله سبحانه وتعالى. فيبقى الانسان بعد الخمس حاجات دي يحس بقى بالمدد، يحس بالوصل بالله سبحانه وتعالى. سبحان الله، وهو ده اللي بيجمعنا يعني، حتى كعرب حتى في الغربه باختلافاتنا وباختلاف ارائنا، يعني اللين في التعامل مع الشخصيات المختلفة هو ده اللي بيخلينا نتجمع، وهو اللي بيهدي أي خلاف وأي جدالات وأي حاجة. هو سحر سبحان الله، يعني اللين سحر فعلا بيدخل في المكان. هل في حاجة أنت عملتيها بلين؟ يعني عايز أشوف كده في حدث أو حاجة أنت عملتيها بلين فأنهت مشكلة أو حلت حاجة. والله يعني في مجال العمل ومجال يعني انا كزوجه برضو يعني في امثله. طبعا انا بس عايز اقول حاجه في مساله مكان الزوج، ان الزوج والزوجه في بعض مع بعض في الغربه بيبقى الزوج لزوجته والزوجه لزوجها عباره عن هو الوطن، بيتحولوا هما الوطن. اي فعلا سبحان الله فعلا. في العمل فمثلا كان بيبقى عندي مؤتمرات فخارج الجامعه اللي انا فيها، فناس مختلفه وناس من دول مختلفه، فممكن احس مثلا حد ايه يبص لي كده، ايه ده، لا انت عربيه، ايه ده انت جايه هنا ليه؟ فمجرد بس انا بدخل ابتسم بس في المكان كده بحس ان الله، يعني سبحان الله لغه الابتسام يعني بتخلي كده في الأجواء سلام وسكينة وتواصل غريب يعني. فبرضه أنا بحس إن الابتسامة دي من اللين، الناس بتلين مجرد خلاص ابتسمت خلاص يعني تواصلوا معاك خلاص. فدي من والابتسامة دي الحاجات المشهورة. والابتسامة دي لغة لين مشتركة تجمع كل الناس وتخليهم يعيشوا عيش مشترك. يعني أنت مش محتاج تقول كلام كتير، أنت محتاج تبتسم كتير. دايما أقول للناس أنت مش محتاج تتكلم كتير، انت محتاج تبتسم كتير، فلما تبتسم كتير الناس هتفهمك بغير ما تحتاج الى كلام كتير. مظبوط مظبوط. ويمكن بقى كزوجه يعني، فهو كان يعني عقدي في الجواز قبل ما اتزوج وكده اتكسرت باللين فعلا. والله هي دي القيمه. يعني احنا دلوقتي مش بنقول، يعني احنا دلوقتي مش بنقول سر ولا حاجه عشان بس الناس تبقى عارفه. انت بتقولي ان انت كان عندك يعني موقف شويه في نوع من انواع الحرص في مساله الجواز، ولكن ده كله زال كل هذا الحرص مع فضيله الدكتور اللي ازال كل هذا بهذا اللطف وهذا الجمال. سبحان الله. فهو اللين ده كمان هو الـ يعني الحاجه الاساسيه اللي بتنهي اي خلاف. يعني فكره ان افتكر المواقف اللين لزوجي مثلا فخلاص، لا اقول لا انا لازم يعني الين انا كمان تلقائيا. طيب فالخلافات بتنتهي. ده كلام في غايه الروعه. انا عايز بقى اقول لحضرتك من خلال خبرتك بقى في هذه الفتره اللي حضرتك قضيتيها في هذه البلاد الاسكندنافيه اللي فيها بروده وبتخلي الانسان في بعض الاحيان يحس بالوحده، سؤالي ايه الحكمه اللي حضرتك ممكن تقوليها للناس من خلال هذا الحديث يمكن ان هي تيسر على كتير من الناس اللي بيحسوا بالضغوط ويحسوا ان ظروفهم صعبه، وانت تعرضتي الى ظرف مركب هو صحيح ليس شديدا ولكن ظرف مليء بالاختبارات المهمه، ان انت تعملي في مجال حساس زي ده ومجال دقيق زي ده زي مجال علوم الفضاء وفي نفس الوقت كمان تكوني في الخارج، ايه الحكمه اللي تقوليها للناس؟ والله يعني برضو اساسها اللين وجمعوا الناس يعني جمعوا ما تفرقوش يعني. حلو قوي الكلام ده. ده فعلا ده اللي يعني بيهون علينا الغربه، بيهون علينا الضلمه بتاعت الشتاء اللي هنا،
وجودنا مع بعض. الله. من بدون لين مش هيكون، يعني مش هيكون فيها، هيبقى فيه الدنيا تبقى في شدة وشد وجذب وخناق، لكن احنا كلنا مختلفين، مفيش حد شكل التاني، لازم يعني لازم نقدر ده، ولازم يعني نشوف اختلافاتنا دي ونكمل بيها بعض، وناخد الدنيا بالراحة، ما نتنشنش وما نتعصبش، والدنيا مش خناقة. هو ده فعلا اللي بيخلي الغربة بتهون شوية. خليني ابعت لك والإنسان، خلينا دكتورة ندى، خلينا ابعت لك من بلدك ومن أهلك ومن أحبابك كل سلام وكل تحية وكل امتنان على المجهود اللي حضرتك بتقوم بيه، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من خيرة علماء العلماء في هذا المجال المهم في مجالات حياتنا، وتفضل حياتك مليانة لين، وتفضل حياتك مليانة عيش مشترك يجعل ده كله عمل علم قيمة إضافية في حياتك، وتتسع حياتك زي ما بيتسع الفضاء. أمين يا رب العالمين. أمين. شكرا لك يا دكتورة ندى اللهوني.